روما هي عاصمة إيطاليا ومركز الحضارة الرومانية القديمة، وتشتهر المدينة بنافورة تيرفي وغيرها من المعالم التاريخية. مدرج الكولوسيوم هو أيضا أحد المعالم السياحية في روما وشهير عالميا، ويحكي عظمة الإمبراطورية الرومانية التي تعد أقوى الإمبراطورات في التاريخ، وجهة شهيرة لملايين السياح في كل عام من خلال الجولات السياحية في إيطاليا، وأحد المدرجات الشهيرة حول العالم، ويرجع تاريخه إلى القرن الأول الميلادي بين عامي 70 و72، ويتسع نحو من 50,000 إلى 80,000 فرد. يعد صرحها هندسي عظيم، استخدم قديما كساحة للمصارعين والعديد من المسابقات الجماهيرية، فهو معلم أثري وسياحي عظيم ومن أشهر المعالم في روما. مدينة لندن في المملكة المتحدة، وهي عاصمة المملكة المتحدة، هي واحدة من أكثر المدن متعددة الثقافات في العالم، وتشتهر المدينة ببرج لندن وعين لندن وغيرها من المعالم السياحية الشهيرة. أمستردام في هولندا هي عاصمة هولندا، مدينة ناضبة بالحياة، وتشتهر بقنواتها الخلابة ومتاحفها الفنية المشهورة، ويوجد بها أيضا متحف فرانك هاوس، هو متحف مخصص للحياة في وأند فرانك هي الفتاة اليهودية التي اختبأت من النازيين في منزل أسرتها خلال الحرب العالمية الثانية. ويوجد أيضا في أمستردام حديقة فوندا البارك، وهي حديقة كبيرة وسط أمستردام ومكان رائع للاسترخاء والتنزه، تضم الحديقة العديد من المعالم السياحية. حي جوردن في أمستردام هو حي قديم ومكان رائع للتجول في الشوارع الضيقة والمنازل والعديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم. أما ننتقل بعد كده لمدريد في أسبانيا، هي عاصمة أسبانيا، وهي مدينة ناضبة بالحياة، وتشتهر بالمتاحف الفنية الشهيرة وحياة الليل الصاخبة. ويوجد قصر مدريد الملكي، وهو مقر العائلة المالكة الأسبانية، ويقع قلب المدينة، ويضم القصر مجموعة من الغرف المزينة بشكل جميل ومجموعة من الأعمال الفنية. أما ننتقل بعد كده لإسطنبول، هي مدينة عالمية تقع على مفترق طرق أوروبا وآسيا، وتشتهر المدينة بجامع السلطان أحمد. آيا صوفيا هي كنيسة سابقة تحولت إلى مسجد ثم إلى متحف، وهي واحدة من أشهر المعالم السياحية الموجودة في العالم، وتعد مثال رائع للعمارة البيزنطية التي تتميز بالقبة الضخمة التي يبلغ قطرها 33 متر. بعد كده مسجد السلطان أحمد يعرف باسم المسجد الأزرق، ومسجد عثماني ضخم تم بناؤه في القرن السادس عشر، وتميز المسجد بالقبة المزينة باللون الأزرق السماوي. بعد كده مضيق البسفور هو مضيق يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا، ويربط البحر الأسود بالبحر الأبيض. هو مضيق البسفور أحد المعالم السياحية المشهورة في إسطنبول، ويمكن القيام برحلة عن طريق العبارة عبر المضيق لرؤية المناظر الخلابة. فينيسيا في إيطاليا مدينة ساحلية جميلة، تشتهر بقنواتها الخلابة والهندسة المعمارية الفريدة.